السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شباب. الصوت واصل كويس يا شباب؟ طيب ان شاء الله على بركة الله. اليوم الحمد لله ان شاء الله يكون لقاءنا الخامس بمشيئة الله تعالى. لو في احد من الشباب عنده اي تساؤل او استفسار يا شباب اتفضل يسأل قبل ان نبدأ في لقاء اليوم. على ما زملائكم يدخلوا معانا، اللي عنده اي تساؤل او اي استفسار يتفضل يسأل. توقفنا في اللقاء السابق أمس في الجزئية المتعلقة بالمحاضرة التاسعة، وانتهينا من أهم الطرق المستخدمة في وصف الجودة. مظبوط يا شباب؟ واتكلمنا عن أهم الأساليب اللي هي أو الطرق المستخدمة في وصف الجودة، وخدنا خمس طرق أساسية مهمة جدا بالنسبة لنا. وبعدين اتكلمنا بعد كده في مفهوم الفحص وأهميته. قلنا عن إيه الفحص؟ وهو ما يتعلق بمراجعة جميع الأصناف أو مراجعة الأصناف الواردة إلى المنشأة أو المنظمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع المورد. أعتقد إن إحنا توقفنا عند هذه الجزئية. وقلنا إن ممكن يحصل إن الأصناف اللي تجيلي ما تكونش مطابقة للمواصفات، إما لحدوث أخطاء فنية لدى المورد أثناء عملية التشغيل أو الصنع. مظبوط يا شباب؟ ما لسه ما بدأناش في الجديد. تمام؟ أو عدم فهمه الكامل لما نحتاجه من مواصفات، أو عدم وجود نظام سليم لمراقبة جودة الإنتاج لدى الموردين أو لدى بعض الموردين. طبعا يا شباب أنا لما بعمل الفحص خدوا بالكم ويتنامى أو يصل إلى ذهن الموردين إن أنا ما بستلمش أصناف إلا لما بعمل لها عملية فحص بشكل أو بآخر، لا شك إن ده هيكون له مردوده الإيجابي. فاهمين يا شباب؟ يعني أنا لما أجيب الأصناف وأدخلها للمستودعات على طول، الموردين يقول لك إيه ده الراجل ده ما بيفحصش، ده الشركة دي بتستلم الحاجة وتدخلها المخازن على طول، مش مشكلة لو راحت لهم بقى أصناف مطابقة للمواصفات شوية أو مش مطابقة قوي مفيش مشكلة. إنما لما يبقى المعروف عندنا كشركة إن إحنا بنقوم أو نقوم بعملية الفحص للأصناف التي ترد إلينا من الموردين، أعتقد إن ده هيكون له مردوده الإيجابي. أول حاجة تجنب استخدام الأصناف الغير مطابقة للمواصفات، لأنها قد تؤثر على الآلات أو المعدات أو صحة العاملين، الناحية الصحية للعاملين، أو قد تتسبب في مزيد من التكاليف. الحاجة الثانية زي ما اتفقنا، شعور المورد بأننا كشركة مشترية نقوم بفحص المنتجات الواردة إلينا، بده بيديله الحافز أو يشجعه على إن ما يقوم بتوريده إلينا يجب أن يكون مطابقا للمواصفات. بعد كده بيكون عندكم إن عملية الفحص، يا ترى مين سلطة الفحص ومين مكانه،
طبعا المفترض ان في عندنا جهة تقوم بعملية الفحص، مظبوط يا شباب؟ ويا ترى بيتم داخل المنظمة او خارج المنظمة، الكلام ده ما يفرقش معانا كتير شوية. انا اللي يهمني في الجزئية التالية اللي هي ان عملية الاستلام والفحص تتم بمرحلتين، مرحلة الاستلام المبدئي او ما يطلق عليها والفحص الظاهري، استلام مبدئي والفحص الظاهري شكليا، ومرحلة الفحص الحقيقي. يبقى عملية الفحص او الاستلام والفحص يا شباب بتتم على مرحلتين. المرحلة الاولى هي مرحلة الاستلام المبدئي والفحص الظاهري، اللي هو بتأكد من ايه؟ صوت واصل يا شباب كويس؟ شباب صوت واصل؟ ايوه. طيب امال في ايه؟ بس في حد الاخت اللي بتقول الصوت مش كويس تخرج وتدخل تاني. في احد الزميلات بتتكلم بتقول الصوت، اللي عندها الصوت مش واضح تخرج وتدخل تاني. تمام يا شباب؟ طيب مرحلة الاستلام المبدئي والفحص الظاهري ده بنعمل فيها ايه؟ ماشي يا بشر. التأكد من العدد والوزن. التأكد من العدد والوزن، يعني بنشوف احنا الكمية اللي طالبينها مثلا 50,000 وحدة، بنتأكد ان فعلا 50,000 وحدة قلنا. وعدم وجود تلفيات، انت عارفين بعض الاشياء ممكن تكون قابلة للتلف او للكسر. ونتأكد من عدم وجود تلفيات او كسر ليه؟ عشان نخلي مسؤولية الناقل. نخلي مسؤولية الناقل اللي هو ايه يا شباب؟ ما هو مش بالضرورة اللي يوصل للطلبية يكون هو المورد، ممكن تكون جهة متخصصة في عملية النقل. فعشان تتأكد او نخلي مسؤولياتها بنقول في التقرير بتاعنا ان الوزن والعدد وعدم وجود تلفيات تمام، وبالتالي نخلي مسؤولية الشركة النقل. اما مرحلة الفحص الحقيقي، مرحلة الفحص الحقيقي، فهنا بنتأكد من مطابقة الاصناف الواردة من حيث المواصفات لما تم الاتفاق عليه مع المورد. طب ايه هي اهم طرق الفحص؟ هتلاقوا عندنا طريقتين مهمين قوي، طريقة الفحص الشامل، وركزوا معايا، احيانا انا بعد بعض الحاجات كده يبقى انا بركز على اللي انا بقوله، الفحص الشامل والفحص الاحصائي. معايا يا شباب؟ يبقى احنا عندنا طرق فحص الاصناف الواردة الينا من الموردين. اما ان نقوم بعملية الفحص الشامل وهنقول معناه ايه، او الفحص الاحصائي. طيب تعالوا نشوف الفحص الشامل. من اسمه فحص شامل، يبقى معناه ايه يا شباب؟ مراجعة جميع الوحدات الواردة الينا من صنف معين للتأكد من مطابقتها للمواصفات او عدم مطابقتها للمواصفات، صح كده؟ للتأكد من مطابقتها او عدم مطابقتها للمواصفات. يبقى لما نقول نقط يقصد به مراجعة جميع الوحدات الواردة الينا من صنف معين للتأكد من مطابقة او عدم مطابقة الاصناف للمواصفات، يبقى على طول نختار الفحص الشامل. هبقى بديكم خيارات تختاروا الفحص الشامل، او العبارة صح وغلط يبقى لازم اكون عارف ان الفحص الشامل هو كذا، وبالتالي اقول العبارة خطأ او العبارة صح. واضحة يا شباب؟ نتفقش في الجزئية دي كده. طيب يا ترى ايه او المواقف اللي تخلينا نلجأ للفحص الشامل؟ انت اعمل فحص لكل الاصناف او لكل الوحدات الواردة الينا من صنف معين. لما يكون قيمة الوحدة كبيرة، يعني لو انا بشتري 10 آلات، كل آلة ثمنها $1,000,000، تستاهل ان انا افحصها ولا لا؟ عليكم السلام يا محمد. صح يا شباب؟
يبقى إذا كانت قيمة، إذا كانت قيمة الوحدة المشترى كبير، تمام. حاجة ثانية، إذا كانت سلامة العاملين وحياة العاملين قد تتعرض للخطر إذا لم تكن المنتجات مطابقة للمواصفات. يعني افترضوا مثلا يا شباب ان احنا بنشتري بعض المواد الكيميائية اللي هي ذات تأثير كبير على صحة العاملين اللي موجودين في المصنع. لازم في الحالة دي نعمل فحص شامل، لان هذه الاصناف اذا لم تكن بالمطابقة للمواصفات سوف تؤثر على صحة وحياة العاملين لدينا. اذا كانت بعض المواد الكيميائية ده هتستخدم في صناعة بعض الادوية في المصانع بتاعة الادوية تؤثر على صحة الناس، يبقى اذا يا شباب لابد ان احنا نبقوا عارفين متى نستخدم عملية الفحص بايه الشامل. الفحص الاحصائي، احنا في المحاضرة التاسعة، نهاية المحاضرة التاسعة وبداية المحاضرة العاشرة. اخت اللي بتسأل احنا فين؟ احنا في نهاية المحاضرة التاسعة وبداية المحاضرة العاشرة، تمام يا شباب. الفحص الاحصائي، لما اقول فحص الاحصائي يا شباب اي من خلال العينات، اي من خلال العينات، يبقى مش هاخد بقى جميع الوحدات الواردة الينا، لا بناخد عينة، بناخد ايه يا شباب سامبل زي ما انتوا بتاخدوا في الاحصاء. فاكرين في الاحصاء في عندنا حاجة اسمها ايه؟ سامبل، عينة، عشان كده يسموه الفحص الايه الاحصائي. يبقى الفحص الاحصائي اي من خلال العينات. وبراعي لما بختار العينات يا شباب ان نختارها بطريقة عشوائية، وانتوا طبعا خدتوا معني يعني ايه العينة العشوائية في الاحصاء معايا، يبقى يتم الاختيار بصورة او بطريقة عشوائية. الحاجة الثانية ان براعي في الفحص الاحصائي اللي هو العينات ان اذا تعددت الطلبيات يتم اختيار عدة عينات. واضح يا شباب؟ يعني لو جيت لي الكمية على كذا طلبية او كذا مرة باخد عينة من كل طلبية، باخد عينة من كل طلبية. طبعا بشوف الوحدات يا ترى مطابقة للمواصفات ولا لا. اذا كانت للمطابقة للمواصفات بندخلها عندنا المستودعات. طب اذا كانت غير مطابقة للمواصفات نعمل فيها ايه؟ اذا كانت بعض الوحدات غير مطابقة للمواصفات او بعض الطلبيات نعمل فيها ايه؟ قدام عدة بدائل، يا نردها يا اما نقبلها على عيبها لو كانت الفروقات مش جامدة قوي، او نقبلها ونطلب بتعويض، او زي ما احمد ما قال نتصاوض على السعر. اذا الموضوع مفتوح. واضح يا شباب؟ لما يبقى في بعض الاصناف او الطلبيات غير مطابقة للمواصفات نقدر ندخل في عملية تفاوض مع المورد، نردها ولا لا، طب قلل لنا السعر، طب ادينا خصومات اكتر، طب استبدل لنا الاصناف ديت، طيب هنقبلها بس لازم الطلبية اللي جاية تقوم بمواصفات معينة. اذا الموضوع مفتوح في عملية التفاوض في هذا الشكل. هننتقل الان الى عنوان مهم جدا جدا جدا، وهو المصادر المتنوعة للحصول على المعلومات عن مصادر التوريد. المصادر المتنوعة للحصول على المعلومات عن مصادر التوريد. تفكرت احنا ابتدينا بالكمية المناسبة ثم الجودة المناسبة، خلصناها دلوقتي. هننتقل دلوقتي الى حاجة ثالثة من الفايت ارض، وهي مصدر التوريد المناسب. هننتقل الى حاجة ثالثة هي مصدر التوريد المناسب. عشان كده اول عنوان عندنا بنسميه المصادر المتنوعة للحصول على المعلومات عن مصادر التوريد.
الحقيقة عندنا مصادر كتيرة قوي. موجود عندكم في الماتيريال اللي معاكم 12 مصدر، صح كده يا شباب؟ يا منى، يا منى الله يرضى عليك، اصبري يا منى الله يهديك، اصبري. عندنا 12 مصدر، مش هناخدهم كلهم يا منى، تمام كده يا شباب؟ تعالوا نشوف احنا هناخد ايه. رقم واحد، الكتالوجات ونشرات الموردين معانا. رقم اثنين، الصحف والمجلات التجارية المتخصصة. رقم ثلاثة، نتائج التعاملات أو المعاملات السابقة للمنظمة. رقم أربعة، المقابلات البيعية. خمسة، الدليل التجاري. ستة، الانترنت. يلا كفاية نصهم، يلا تستاهل. واضح يا شباب؟ هناخد كم من ال 12؟ ستة. هناخد ستة. وياكم يا شباب، تمام؟ طيب، لازم نفهم بقى الستة. الستة معناها إيه؟ كل واحدة مفهومها إيه بإيجاز شديد جدا، عشان لما هيجي لنا واحدة منهم أكيد. رقم واحد، الكتالوجات. طيب شفاء بتقول واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة واثناشر، مظبوط يا شفاء، صح. خمسة الاولين ورا بعض، وخدنا الانترنت في الاخر خالص اللي هي الاخير. احمد، يا احمد بلاش المقترحات بتاعتك اللي تود ورا الشمس دي. الاساليب الكمية مش هحذف، لازم تعرفها يا احمد. وماله يا احمد، صدع، خد بنادول يا احمد، مفيش مشكله ولا يهمك، خد بنادول حتى عشان شركه بنادول تبعت لنا شكر. او يلا شفاء بتقول لك كوب قهوه، حلو شغال برضه، ماشي. على فكره يا احمد صدقني هتلاقي العمل بتاعنا لو من وجهه نظري الدرجات بتاعته مضمونه اكتر من النظري، ماشي يا ابو حميد؟ ركز معايا وان شاء الله الامور هتبقى تمام، وعندنا مراجعات هنعملها وهنخلي الامور في الاخر زي الفل ان شاء الله. وانا عندك مواد نظر كتير، انت عندك مواد نظر كتير، خلينا هنا. احنا متفقين يا ساره على كل حاجه، 22 نظري و18 عملي. الامور واضحه من اول محاضره بالنسبه لنا، خلاص. الامور واضحه من اول لقاء لينا. تمام؟ وياكم يا شباب ربنا يصدقكم وعمركم ان شاء الله ان شاء الله. طيب نكمل يلا مع بعض. يبقى اول مصدر عندنا الكتالوجات ونشرات الموردين. لما نقول هو ذلك المصدر الذي يعتبر من المصادر الشائعة للحصول على المعلومات عن الموردين، ويعده المورد ليعطي فكرة كاملة عن منظمته وأصنافه وأسعارها ولا آخره، يبقى على طول بنقول الكتالوجات ونشرات الموردين. تمام يا شباب؟ يبقى القضية مش قضية حفظ كتير، أهو بقى فهم. يبقى أنا هدي لك المعنى وأنت فقط هتختار من بين الخيارات اللي أنا مديها لك الإجابة الصحيحة. تمام كده؟ طيب رقم اثنين، الصحف والمجلات التجارية المتخصصة. لما نقول من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات عن مصادر التوريد، وتقدم معلومات كثيرة عن الموردين وأحدث المستجدات في عالم الشراء،
اهو بركزوا، واحدث المستجدات في عالم الشراء، بس مش عايزك تعرف اكتر من كده. يبقى على طول بنختار ايه؟ الصحف والمجلات التجارية المتخصصة. واضحة يا شباب؟ طيب لما نقول هو ذلك المصدر الذي من خلاله يتردد مندوب الموردين على المنظمة، ركزوا معايا، ذلك المصدر الذي يتردد من خلاله مندوب الموردين على المنظمة، معايا يا شباب، للحصول على معلومات وإلى آخره، يبقى على طول المقابلات البيعية. تمام كده؟ طبعا انا قصدت عدت واحدة في الترتيب، انا قصدت عشان اشوفكم مركزين ولا لا. طيب لما نقول هو ذلك المصدر الذي نحصل او تحصل المنظمة على المعلومات نتيجة التعامل بالفعل مع مجموعة من الموردين، خلاص تعامل بالفعل، يبقى نتائج المعاملات السابقة. مظبوط يا نوف؟ اسمها التعاملات او المعاملات. الله يرضى عليك، ايوه كده انت صححتها صح. تمام، يبقى هنا المصدر اللي بنحصل من خلال طبعا هو انتوا يا شباب مثلا لما تروحوا تشتروا من محل شنط او لبس او احذيه، مش انتم بعد ما جربتوا المنتجات بتاعتهم كونتوا فكره المحل ده منتجاته كويسه ولا لا، والمحل ده ينفع اروح له ثاني ولا لا؟ هو كده بالظبط. يبقى نتيجة التعاملات او المعاملات السابقة للمنظمة مع بعض الموردين بقدر احكم ويبقى عندي معلومات عن مصدر التوريد ده. تمام يا شباب؟ رقم 5 الدليل التجاري، صح كده؟ لأننا ناخد 1 و2 و3 و4 و5 وبعدين 12. تمام، الدليل التجاري عندما يكون لدينا مصدر يحتوي على اسماء الموردين طبقا للمجموعه السلعيه وبيانات مختصره عن كل مورد، يبقى ده اسمه الدليل التجاري. يبقى هو ذلك الدليل الذي يتضمن او المصدر الذي يتضمن اسماء الموردين طبقا للمجموعات السلعيه وبيانات مختصرة عن كل مورد، يبقى على طول الدليل ايه يا شباب؟ التجاري. طيب جميل، رقم 12 الانترنت، مفيش فيه اسهل من كده. لما اقول من المصادر الحديثة لحصر الموردين ويتميز بسهولة الوصول والبحث اي مورد في اي مكان في العالم، صح؟ الانترنت، اقدر من خلال الانترنت الحصول على بيانات تفصيلية عن الكثير. مش الانترنت يا كريمة، لا، لو مكتوبة عندك الانترنت تبقى غلط، هي اسمها الانترنت، لان الانترنت اللي بيفهم في الـ في الـ في الاي تي هيلاقي الانترنت معناها الشبكة الداخلية للشركة، تختلف. الانترنت معناها الشبكة الاتصالات داخل الشركة، معايا يا مين يا كريمة؟ انما الانترنت هو الشبكة العنكبوتية العالمية، فهي الانترنت. واضح يا شباب؟ الانترنت وليست الانترانت، الشبكة العالمية الانترنت. يبقى احنا خدنا 6 مصادر يا شباب لازم اكون فاهمهم وعارف كل واحدة معناها ايه، عشان لما يجي لي المعنى اي واحدة فيهم وخيارات استطيع ان اختار اللي ايه يا شباب؟ الاجابة الصحيحة. ننتقل الان الى المحاضرة 11، المحاضرة 11. المحاضرة 11 يا شباب بتتكلم عن موضوع واحد او عنوان واحد، اهم العوامل المؤثرة في التعامل او الاختيار الموردين. يعني انت لما تيجي تختار التعامل مع مورد
ايه هي العوامل اللي بتأثر عليك او بتأثر فيك عندما تختار هذا المورد وتترك ذاك المورد الاخر. يبقى اهم العوامل المؤثرة في اختيار مصدر التوريد المناسب. هتلاقي هذه العوامل متقسمة عندكم مجموعتين، مجموعة العوامل التقليدية ومجموعة العوامل الحديثة، صح كده؟ طيب بما ان احنا عايزين نيسر عليكم الامور، هتلاقوا عندكم مجموعة المعايير التقليدية 9 ومجموعة المعايير الحديثة 7. ماشي يا شباب؟ احنا هناخد 9 وهناخد 7 بس دون الدخول في تفاصيل اي واحدة فيهم. يعني ايه؟ يعني عناوين فقط، رؤوس اقلام. هحفظ 9 اللي تبع التقليدية بالظبط يا خلود، او السبعة، بقول او اهو عشان مش هنحفظ كتير. يعرف 9 واحفظهم اللي تبع الاساليب التقليدية او العوامل التقليدية، يحفظ 7 اللي تبع المعايير الحديثة. ليه؟ لان انا هجيب لك السؤال زي كده نقط، ركزوا معايا، نقط من بين مجموعة المعايير التقليدية المستخدمة في اختيار مصدر التوريد المناسب. نقط من بين المعايير التقليدية المستخدمة في اختيار مصدر التوريد المناسب. انا عايزك تختار حاجة تقليدية، يبقى هجيب لك واحدة تقليدية وثلاثة حديثة، عشان لازم يبقى في واحد اوبشن واحد اللي صح. مظبوط؟ واضحة يا شباب؟ او اقول لك السؤال نقط ليست من المعايير التقليدية المستخدمة في اختيار مصدر التوريد المناسب. يبقى لازم اقرأ العبارة كويس. ومن الاخر احنا نلاقي 3 من مجموعة واحدة والرابعة مختلفة، الاختلاف هو الإجابة الصحيحة. ناس العملية مش عايزة ذكاء يعني. 3 تقليديين، يبقى الحديثة اللي لوحدها هي الإجابة الصحيحة. طب 3 من المعايير الحديثة، يبقى التقليدية لوحدها هي الإجابة الصحيحة. صح؟ واضحة يا شباب؟ طيب. 9 معايير التقليديين زي ما موجود عندكم، الموقع الجغرافي للمورد، المركز المالي للمورد، المقدرة الفنية والتكنولوجية للمورد، مستوى الجودة، كمية التوريد، السعر، نظم فحص ومراقبة الجودة، الخدمة والضمان، السمعة أو الشهرة في السوق. اتفقنا رؤوس أقلام. المجموعة الثانية مجموعة المعايير الحديثة المستخدمة في اختيار مصدر التوريد المناسب، قدرات المورد الإداري، قدرات وكفاءة العاملين لدى المورد، TQM أو إدارة الجودة الشاملة، الالتزام بالقوانين البيئية، جدولة الإنتاج ونظم الرقابة، كفاءة نظم المعلومات IT اللي هي بتتكلم هنا نظم المعلومات لدى الموردين، أخيرا الشراكة في الأجل الطويل. دول 7 معايير حديثة يا شباب بتستخدم في اختيار وتقييم ما بين الموردين وبعضهم البعض الاختيار الأنسب والأفضل في التعامل معنا. تمام يا شباب؟ أنا فوزية أصلا عندي المنهج محاضرات. يا فوزية أنا عندي المنهج اللي أنا بشرح لك منه ده، الورق اللي معايا محاضرات اللي هم 30 محاضرة اللي أنا مسجلهم فيديو. معايا فوزية؟ أنا بكلمك من الورق بتاعي الخاص اللي أنا مسجله على الفيديو.
على الـ على الـ على السيستم عندكم في محاضرات متسجله فيديو، لو انت شفتيها، ما عرفتش شفتيها ولا لا. فانا بتكلم ان المحاضرات انا ماليش علاقه بان اللقاء ده كان الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس. واضح يا فوزيه؟ فوزية راحت فين؟ نامت ولا ايه؟ لا يا فوزية، أين أنت؟ واضح، طب ماشي. المحاضرة ال 12 هنعديها، المحاضرة ال 12 هنعديها، هناخدها لأنها هتاخد محاضرة كاملة عملي، هناخدها المرة اللي جاية إن شاء الله. واضح يا شباب؟ ال 13 محذوفه، صح كده؟ يبقى ال 12 اكتبوا عندكم ال 12 مؤجله، ال 12 مؤجله للمحاضره اللي جايه. المحاضره ال 13 محذوفه. النهارده ان شاء الله في ال 10 دقائق المتبقيين عايزين نخلص المحاضره ال 14 وال 15 ان شاء الله كمان. ال 14 وال 15. طيب نروح للمحاضره ال 14، هنتكلم فيها عن ايه؟ عن العنصر الرابع من الفايف ار، وهو الشراء في الوقت المناسب. الشراء في الوقت المناسب. معايا يا شباب؟ مركزين ولا مش مركزين؟ شباب الصاعد الواعي. طيب تمام، اول حاجه عندنا في المحاضره ال 14 في الشراء في الوقت المناسب، المتغيرات المؤثره في الشراء في الوقت المناسب. هنلاقي عندنا، هنلاقي عندنا ايه يا احمد؟ مجموعه المتغيرات الداخليه ومجموعة المتغيرات الخارجية. على سبيل الحصر عندنا ثلاث متغيرات داخلية وثلاث متغيرات خارجية. ثلاث متغيرات بتأثر في الشراء في الوقت المناسب، وين هذا الكلام؟ وين هذا الكلام في المحاضرة ال 14؟ يا مسائل يا رب. ها شباب، عدوا المحاضرة ال 12 وعدوا ال 13 لو موجودة، هتلاقوا حاجة اسمها المتغيرات المؤثرة في الشراء في الوقت المناسب. المحاضرة ال 14 مجموعة متغيرات داخلية ومجموعة متغيرات، بسم الله ما شاء الله عليك يا منى. أنا قلت كده يا منى بذمتك؟ أنا قلت اللي عديناه يبقى محذوف؟ يا منى يا منى، الله يرضى عليك ويهديك يا بنتي. قلت لك المحاضرة ال 12 مؤجلة لأن هي عملي وهتاخد وقت كبير مننا، هتاخد المحاضرة الجاية كاملة. طيب ماشي يا منى، نهيت ماشي خلاص نعديها ماشي. فوزية بتقول مو نفس شرح الدكتور. لا والله تصدقي بالله يا فوزية، لو جبت اي ملخص لازم يكون نفس الكلام اللي انا بقوله ده، ايا كان اسمه مين، ايا كان الملخص اسمه مين، هتلاقي نفس الكلام اللي انا بقوله بالظبط. ايه الكلام اللي زاد اللي عندك يا فوزيه؟ اديني حاجه بس كده يا فوزيه من اللي عندك. ايه الكلام اللي زايد عندك؟ طيب ماشي، ركزي معايا يا فوزيه الله يرضى عليك، اللي انا بقوله هو اللي انت ملتزمه بيه. ونفس الترتيب، لا ونفس الترتيب كمان،
لا هو نفس الترتيب بس ركزي بس يا شفاء اسكتي، انا اللي اقول اكمل امتى. شفاء مش انت اللي تقولي كمل ولا ما كملش، انا اللي اقول. طيب خلاص ماشي. المتغيرات المؤثرة في الشراء في الوقت المناسب، ثلاث متغيرات داخلية وثلاث متغيرات في بيئة خارجية. نعم هو ده اسمه قرار الشراء المناسب يا احمد، الشراء في الوقت المناسب. متغيرات من البيئة الداخلية ومتغيرات من البيئة الخارجية. البيئة الداخلية يعني من جوه المنظمة، البيئة الخارجية خارج المنظمة او الشركة بتاعتنا. طيب ايه هم الثلاث متغيرات اللي من البيئة الداخلية؟ رقم واحد، السياسات المتبعة في تحديد مستويات المخزون وطرق استكماله. ده بتأثر في توقيت الشراء. نعم مظبوط يا نادي، السياسات المتبعة في تحديد مستويات المخزون وطرق استكماله. طيب ايه هي مستويات المخزون؟ ثلاث حاجات هناخدهم عملي بعدين، بعدين شوية يعني متأخر. الحد الأدنى للمخزون ونقطة إعادة الطلب والحد الأعلى أو الأقصى للمخزون. يبقى لما أقول لكم مستويات المخزون يبقى هم كام؟ ثلاثة، الحد الأدنى للمخزون اللي احنا بنسميه مخزون الأمان، ونقطة إعادة الطلب بيسموها بالإنجليزي reorder point ROP، دي اوردر بوينت ار او روب بيسموها كده ار او بي، والحد الاعلى او الاقصى للمخزون. ده العامل الاولاني. العامل الثاني من الداخلي سياسات الانتاج. سياسات ايه يا شباب؟ الانتاج. زي ما انتوا خدتوا في اداره الانتاج والعمليات زي ما قلنا قبل كده، عندنا في حاجه اسمها الانتاج المستمر وحاجه اسمها الانتاج المتغير. اسلوب او نظام الانتاج المستمر والمتغير بيأثر على الشراء في الوقت المناسب. نعم يؤثر على الشراء في الوقت المناسب. العامل الثالث او المتغير الثالث من البيئة الداخلية هو القرارات الادارية المتعلقة بالتوسع او الاستبدال او الاحلال. طبعا لو المنظمة هتتوسع، لو المنظمة هتستبدل الات، لو المنظمة هتعمل إحلال لبعض الآلات، ألا يؤثر في توقيت الشراء؟ يؤثر في توقيت الشراء للمواد الخام والأصناف وما شابه ذلك. إذا لدينا ثلاثة متغيرات من البيئة الداخلية تؤثر في الشراء في الوقت المناسب، ولدينا ثلاثة متغيرات من البيئة الخارجية من خارج المنظمة بتاعك، درجة الثبات أو الاستقرار في السوق. أيوة صح، لما السوق يبقى مستقر والامور واضحه، ايه اللي يخلينا اشتري كتير واخزن عندي؟ ايه اللي يخلينا اشتري من دلوقتي حاجه لسه هستخدمها بعد شهر او بعد شهرين؟ معايا يا شباب؟ يبقى رقم واحد درجه الثبات او الاستقرار في ظروف السوق. رقم اثنين القرارات والقوانين الحكوميه. طبعا بتأثر في توقيت الشراء. نعم يعني لو نما الى علمنا ان الحكومة هترفع اسعار بعض المنتجات المستوردة من الخارج، الا يؤثر في توقيت الشراء؟ يؤثر في توقيت الشراء. لو قلنا مثلا ان في جمارك والدولة هتلغيها، الا يؤثر في توقيت الشراء؟ يؤثر في توقيت الشراء. يبقى القرارات والقوانين الحكومية. رقم ثلاثة المبادرات التسويقية التي يقدمها لنا الموردون. المبادرات التسويقية اللي يقدمها لنا المورد، الخصومات بالزغل العينينا صح؟ ألا تؤثر في توقيت الشراء حتى على المستوى الشخصي؟ تؤثر. يبقى هنا ما يقدمه المورد من خصومات في أي وقت وتسهيلات في السداد وفي التسليم وما شابه ذلك، كل هذه المبادرات التسويقية من المورد تؤثر علينا في توقيت الشراء. بالضبط يا ناس. خلاصة القول يا شباب، عندنا ثلاث متغيرات من البيئة الداخلية وثلاث متغيرات من البيئة الخارجية
لازم يكون عارف دول وعارف دول. طيب نروح بقى لبدائل الشراء في الوقت المناسب. بدائل الشراء في الوقت المناسب هتلاقي عندكم 3 بدائل: الشراء حسب الطلب او اولا باول. نفس الاسم على فكرة، الشراء حسب الطلب او اولا باول. ثم الشراء للتخزين، الشراء للتخزين اللي احنا بنسميه ايه يا شباب؟ الشراء مقدما، نفسه هو هو. ثم الشراء للمضاربة. يبقى عندنا كم اسلوب او بديل للشراء؟ 3. هقول تاني: الشراء اولا باول او حسب الطلب، ثم الشراء للتخزين هو نفسه الشراء مقدما، ثم الشراء بغرض المضاربة. طيب عندكم حاجة كده في الاول اسمها الشراء العاجل. لو جبت لكم عبارة قلت الشراء العاجل، شفت يا نادية لو صبرتي، لو صبرتي يا نادية كنت هتلاقي الرابعة جاية لك. بس الرابعة مش اسلوب شراء ده، انا بفهمها لك. بس الشراء العاجل هل هو نفسه الشراء اولا باول او حسب الطلب؟ لا، الشراء العاجل ده معناه الشراء يا شباب العاجل معناه معناه يا شباب ظروف استثنائية تستوجب شراء كمية ما. يبقى الشراء العاجل تفرضه ظروف استثنائية غير عادية، ده بنسميه الشراء العاجل. معانا طبعا يا رب معانا، بس احنا مركزين على 3 بدائل التانيين اكتر كتير. يبقى لما يبقى عندنا ظروف استثنائية يبقى شراء عاجل. يعني مثلا يا شباب، يعني مثلا لو انا دلوقتي جالي ضيف فجأة، هتصل بالمطعم اللي انا بتعامل معاه واقول له بعت لي الطلبية الفلانية عشان جالي ضيف وعايز اعشيه، صح؟ يبقى ده ايه؟ شراء ايه؟ عاجل استثنائي. واضح يا شباب؟ يبقى العاجل تفرضه ظروف استثنائية غير عادية. طيب تعالوا نشوف بقى 3 بدائل اللي عندنا، لازم اكون عارف مفهوم ومضمون كل واحدة فيهم. لو قلنا الشراء اولا باول او حسب الطلب، لما اقول كده هو ذلك النوع من الشراء الذي فيه نقوم بشراء كميات تكفي لمواجهة الاحتياجات الحالية ودون الحاجة الى تخزين كميات اضافية للمستقبل. طبعا المستقبل ده مش بكرة، يعني ايه؟ بعد شهر مثلا، بعد شهرين، بعد 5، لا. يبقى الشراء حسب الطلب او الشراء اولا باول شراء كميات تكفي لمواجهة الاحتياجات الحالية ودون الحاجة الى تخزين كميات اضافية للمستقبل البعيد او للمستقبل المتوسط. نعم، الحاضر والمستقبل القريب يا نادية، لو انت عايزها بالدقة. يعني الحاضر، ما هو الحاضر يعني الان او اليومين دول، والايه المستقبل القريب. هتلاقي ده، بص لما هنقول التانية يا نادية هتلاقي الفرق واضح ما بينهم. يعني لو رحنا لتعريف، هرجع تاني يا شباب لده، بس لو رحنا لتعريف الشراء للتخزين او مقدما، هتلاقوا ايه يا شباب؟ شراء كميات كبيرة للوفاء بالاحتياجات الحالية وتخزين كميات اضافية لاستخدامها مستقبلا. وقف اهو، شراء مقدما او للتخزين، ان تقوم المنظمة بشراء كميات كبيرة للوفاء بالاحتياجات الحالية وتخزين كميات اضافية بغرض استخدامها مستقبلا. تمام يا شباب؟ طيب النوع الثالث، انا هرجع برضو بس عشان يبقى خدنا 3 تعريفات مع بعض بقى، طالما احنا رحنا للثاني. الشراء للمضاربة
الشراء ايه يا شباب؟ للمضاربة. الشراء للمضاربة، ايه فكرة المضاربة دي يا شباب؟ انا مش الاصناف اللي انا هشتريها لا هستخدمها عندي دلوقتي ولا في المستقبل، ده انا شاريها بغرض تحقيق الربح. ليه؟ لان انا متوقع ان اسعار الاصناف ده هترتفع في المستقبل. عشان كده بنسميها مضاربة، سبيكيوليتف. تمام يا شباب؟ يبقى الشراء للمضاربة شراء اصناف ليس بغرض استخدامها الحالي ولا المستقبلي، وانما لتحقيق ارباح نتيجة توقع ارتفاع اسعارها في المستقبل. زي ما علي ما كتب كده، اشتري بسعر منخفض النهاردة وهبيع بسعر عالي بكرة. طبعا الاسهم يا احمد في نفس الفكرة، الاسهم فكرتها اسهم قايمة كلها على فكرة المضاربة، على فكرة الاستثمار في الاسهم يعني. ماشي شباب؟ طيب نرجع بقى والأراضي، والأراضي البيضة والأراضي السوداء والأراضي اللي انت عارفها علي. ماشي. نرجع للبديل الأول، وهو الشراء أولا بأول أو حسب الطلب. إيه أهم الأسباب اللي تخلينا نلجأ إلى الشراء حسب الطلب؟ ركزوا معايا، إيه أهم الأسباب اللي تخلينا نلجأ إلى الشراء حسب الطلب؟ رقم واحد، سرعة التطورات التقنية. صح، انا مش هشتري بقى كميات كبيرة ولا حاجة، انا هشتري اللي يمشيني الشهر ده، والشهر اللي بعده هشتري اللي يكفيني، واللي بعده وهكذا شهر بشهر كده مثلا. يبقى ايه اللي يخلينا نلجأ لذلك؟ سرعة التطورات التقنية. رقم اثنين، لو من المتوقع ادخال بعض التعديلات الفنية على المنتجات بتاعتنا، لما هعدل المنتجات يبقى اعدل مواصفات المواد الخام، صح كده؟ فما اشتريش كميات كبيرة. رقم ثلاثة، تعدد مصادر التوريد ووفرة الاصناف. الاصناف دي موجودة في السوق، ايه اللي يخليني اشتري واخزن عندي كتير؟ تمام؟ فما اشتري احتياجاتي اول باول. حاجة الرابعة، نقص او ضعف الامكانيات المادية. لو عندي سيولة قليلة مش هشتري كتير، لو عندي المخازن ضعيفة وقليلة وضيقة مفيش مساحات كبيرة للتخزين هشتري قليل، صح كده؟ حاجة الأخيرة اللي هو توقع انخفاض الأسعار في المستقبل وظهور بدائل جديدة. يبقى عندنا هنا خمس أسباب تدعونا أو تدفعنا إلى استخدام أسلوب أو بديل الشراء حسب الطلب. صح يا شباب؟ واضحة؟ طيب ايه عيوب او مخاطر هذا البديل؟ عيوب او مخاطر هذا البديل. رقم واحد، احتمال نفاد المخزون. ممكن اللي عندي يخلص. لو جات لي طلبية كده جديدة وحد طلب مني حاجة اللي عندي هيخلص، يبقى هنا احتمال نفاد المخزون. رقم اثنين، زيادة تكاليف الشراء بسبب تكرار عملية الشراء، الحرمان من وفرات الشراء بكميات كبيرة، زيادة أسعار الأصناف مستقبلا. ممكن عدم الحصول على وفرات في عملية النقل. يبقى إذن هنا عندنا عيوب ومخاطر الشراء حسب الطلب أو أولا بأول. ماشي يا شباب؟ طيب نظرا إن الوقت دهمنا يا شباب هنكتفي بهذا القدر ونكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله. ماشي يا شباب؟ حد عنده أي تساؤل أو استفسار؟ الشباب الصاعد الواعي، حد عنده أي تساؤل أو استفسار يا شباب؟ طيب إن شاء الله نلقاكم على خير الأسبوع القادم. جهزوا كويس المحاضرة الـ 12 العملي، هناخدها المحاضرة اللي جاية إن شاء الله،
وإن شاء الله نكمل معاها الجزء اللي هو اللي باقي هنا ده. ماشي يا شباب، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بشرى، يعني بشرى هنكمل، هناخد العملي ونكمل النظري الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.